وصول زي ما زي ما عمل. إذا درس الجانب الدستورية والقانونية بقاعة أميكا، قاعة جنب القاعة هذه المركزية، وثاء على الساعة 5 تقريبا. يتفضل الآن السيد محمد أشرف. الاستراتيجية التي ينظمها المركز حول عودة الإرهابيين من بؤر التوتر. أول هيكل بوزارة الدفاع الوطني يعنى أساسا بالبحوث والدراسات. نحن نقول أولا أن راهي تونس مش وحدها فقط، هي معنية بالأمر، هناك دول عديدة وعديدة ودول أوروبية تعيش نفس الإشكال، راهو هذا مش مشكل تونسي فقط، ويجب احنا دورنا باش نقولوا أن راهو هذه المسألة نتاع الإرهاب ماهيش مسألة تونسية فقط، هي مسألة عالمية، وكل الدول تعيش نفس الإشكالات. في متعلق بتونس احنا عندنا منظومة كاملة، عندنا الدستور نتاعنا واضح، عندنا قانون الإرهاب واضح، عندنا المنظومة الأمنية نتاعنا في متعلق بوزارة الداخلية وتعمل في عمل جبار، عندنا الوزارة الدفاع كذلك المتعلقة بحماية الحدود كذلك قائمة بواجبها. احنا ما عندناش إشكال في هذا الموضوع، راهو عندنا احنا قلنا القانون الإرهاب هو كافي، فيه ما يكفي، حتى الإعدام موجود في قانون الإرهاب، وكل ما يتعلق بهذه المسألة هي يجب أولا أن نعالجها بجدية، وثانيا ان نعالجها بهدوء. اتعامل معهم امنيا. امنيا شو معناها امنيا؟ معناها اللي جاوا دخلوا تونس عندهم مده هذوكم فما عدد هام في السجن باش يقع محاكمتهم حسب قانون الارهاب. واعيد واقول ان قانون الارهاب راهو فيه الاعدام. ثانيا معناها المتواجدين حاليا في الخارج سواء في سوريا او في ليبيا هذاك معنا فيهم قاعد بيانات شخصيه نعرفوهم شكون، معناها كي يرجعوا لتونس الناس مش معناها ان نحطوهم في فندق ولا في اوتيل باش يقع ايقافهم حسب قانون الارهاب. هذيك شوف راهو احنا نقولوا احنا معناها في مقاومة الارهاب رانا وضع تاعنا طيب حسن، عملنا شيء هام جدا، شيء جدي، ثم تحسن هام جدا، ولكن راهو الوضع نتاعنا مازال مرتبط بليبيا الغالب، معناها ما دامت ليبيا فيها ما فيهاش حكومه مسيطرة على الوضع، ما عندهاش أمن، ما عندهاش جيش، راهو التهديد موجود، خاطر عندنا 500 كيلومتر مع ليبيا، احنا عندنا تنسيق تام مع الجزائر، خاطر تعاملوا معاها على كل المستويات، ولكن ليبيا مازالت متأزمة، فيها أزمة، فيها توتر كبير، وهذا يخلي أن التهديدات موجودة، ليس فقط في تونس وعيد، راهي التهديدات الإرهابية موجودة في كل العواصم الأوروبية. كيفية التعامل طبقا للقانون؟ يلزمنا نحكيو بمنطق الدولة، بمنطق المؤسسات، هنالك قانون وقع معناها تنقيح القانون 2003، قانون 2015 هذا موجود يتضمن العديد من النصوص، ترسانة من النصوص التي تجرم الأطراف هذوما اللي التحقوا بتنظيمات إرهابية، ما نقولوش عائدين من بؤر التوتر لأنه هذا مصطلح ماهوش لا قانوني لا مصطلح علمي، التكييف القانوني من خلال الأطراف هذوما من خلال يعني النيابة العمومية هي اللي تعطي التكييف القانوني للأفعال هذوما، ثم قانون معناها المدرسة العملية أكدت اللي كون الأطراف هذوما معناها يعتبروا كنز نتاع معلومات، كنز تاع استخبارات، وعطاوا العديد من المعطيات اللي تمكنت معناها الوحدات الأمنية والسلطات القضائية من التعرف على الأطراف اللي كانت متحصنة بالفرار واللي كانت ما كانش معناها معلومة على مستوى الوحدات الأمنية.